حماده عن البدائل. يعني لما بنتكلم عن محمد عبد المنعم احتمالات رجوعه للنادي الاهلي، بنتكلم على ناصر ماهر، بنتكلم على صلاح محسن، بنتكلم على فوزي الحناوي، بنتكلم على احمد ابو الفتوح. لكن قبل ما اكلمك في المستقبل والناشئين، خلينا امس على محمد عبد المنعم معنا على التليفون. محمد ازيك؟ الحمد لله كابتن شوبير، ازي حضرتك؟ سلام طيب يا حبيبي، اخبارك ايه؟ طيب يا كابتن، كله تمام والله الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كابتن حماده صدقي عمال يقول فيك كلام جميل. حبيبي يا كابتن حماده، كل سنه طيب يا كابتن. طيب ازيك يا محمد، عامل ايه يا حبيبي؟ تمام والله الحمد لله كابتن، ازي حضرتك؟ عامل ايه في التوقف ده، بتتمرن ازاي؟ بتمرن والله يا كابتن ويل، مدرب الاحمال معانا بعت لنا برنامج كده على الواتساب بتمرن عليه. حلو قوي، وشغال كويس؟ الحمد لله. بس اتفرجت لك انا على ماتشات كتير ما شاء الله مع الشباب، يعني طبعا عندي المراسل بتاعي مصطفى شوبير بيفضل يقول لي محمد ولعيب جامد ويمينه وشماله وحدوته، وبالتالي وجودك في سموحه كان هيدي لك فرصه جيده زي ما قال الكابتن حماده، كان هيبدا الدفع بيك في المباريات القادمه. يعني شايف النقله بالنسبه لك كانت مهمه من حيث الخبره، من حيث التواجد، من حيث التمرين، وبالتالي لما تحصل على الفرصه كانت هتقوي موقفك في النادي الاهلي شويه؟ والله ان شاء الله يا كابتن شوبير، انا كنت اصلا كنت مصر على عار ان اطلع عاره. نعم. عشان انا كنت شايف فرصتي يعني هتبقى قريبه باسمها احسن من الاهلي. نعم. وكمان كانت مع كابتن حماده، يعني كابتن حماده كان ماسك المنتخب عارف امكانياتي. فكنت شايف الفرصه تبقى كويسه، فان شاء الله باذن الله يعني ابقى كويس لما الفرصه تجي لي وامسك فيها باذن الله، واقدم حاجه كويسه لنادي سموحه وباذن الله للنادي الاهلي عشان ارجع بيتي ان شاء الله. انت من اللعيبه اللي قال الكابتن حماده يعني فايلر كان متردد جدا انه يفق على الاعاره ليك، يعني هل ده الاعاره في النهايه تمت بالاتفاق بينك وبين المسؤولين في النادي؟ يعني هو كان مش كان 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 يعني كان مش كانش عايز اطلع، يعني كانش عايز اطلع في الفتره دي. عمال يقول لي اصبر استنى هتاخد فرصه بس مش دلوقتي، حتى لو قدر الله حصل اصابه حصل وقف حصل حاجه، فانا فضلت ان انا ما يعني مش اتمنى لحد يتصاب او حد يدور عشان اطلع. صحيح. وعشان اثبت نفسي وارجع لي دور معاه، هو عارف امكانياتي، فانا فضلت ان انا اطلع عاره في الوقت ده بالذات عشان اطلع والعب وابقى كويس واظهر نفسي قدام الناس. يعني كل المعلومات اللي جايه من النادي الاهلي يا محمد بتقول انه فايلر متمسك بعودتك مره تانية. حد كلمك؟ حد قال لك يلا اجهز زي ما حصل مع اكرم توفيق ومحمد شريف؟ لسه والله يا كابتن شوبير. لسه والله، بس انا دلوقتي انا حاطط ومركز دلوقتي ان انا العب ان شاء الله، بس كل حاجه ترجع زي ما كانت وربنا يرفع الوباء يا رب. عشان ارجع بس وابقى ليا بصمه مع كابتن حماده وفريق سموحه ان شاء الله اضيف لهم حاجه كويسه. وارجع ان شاء الله فيت ان شاء الله باذن الله، بس انا مركز دلوقتي في فتره الاعاره دي. نعم. لان انا ابقى كويس ان شاء الله، وانا بشتغل على كده، وانا بشتغل باذن الله ان انا ابقى كويس وبجوابك هزيها باذن الله، عشان ديت الفتره دي مهمه في حياتي، يعني صحيح. اكتر فتره مهمه في حياتي، فانا مركز ده باذن الله عشان ربنا يكرمني كده واعمل حاجه كويسه لنادي سموحه وارجع بيتي باذن الله، النادي الاهلي باذن الله يبقى له دور باذن الله. محمد، واضح من كلامك انك مشتاق بشده للعوده للمباريات، شايف انه ده الافضل ولا انه يتم انهاء الموسم؟ لا والله يا كابتن، انا اتمنى 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 باذن الله يعني ان الدوري يرجع باذن الله ويرفع كده، ربنا يرفع الوباء باذن الله وانا نفسي يعني انا طالع عاره نفسي العب واظهر وسمع اسمي في الدوري الممتاز عشان انا بقى ليا دور، انا شايف ان امكانياتي كويسه وانا بشتغل عليها وباذن الله يبقى ليا دور مع كابتن حماده في نادي سموحه باذن الله وارجع النادي باذن الله. وانا وكابتن حماده يعني من الشخصيات المحترمه، بعيد عن المجال وبعيد عن التدريب، هو بيعامل كأنه ابني والله يا كابتن شوبير، مش انه هو طالع النهارده مع حضرتك. نعم. هو بيعامل كل اللعيبه والله كأنه ابنهم. كأنكم وابنائه. كأنه وابنائه. وان شاء الله باذن الله مع كابتن حماده ناخد مركز كويس مع نادي سموحه ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. عسل الليل محمد. بالتوفيق يا محمد، ربنا يكرم ان شاء الله. كان يعني انا عندي امل كبير في ربنا ان هو يبقى، بس هو محمد يعني كويس جدا بس محتاج ياخد خبره الدوري. نعم. يعني هو ما لعبش دوري ممتاز. صحيح. فمحتاج ومتوقع ممكن في الاول يبقى في رهبه ولا حاجه، ولكن هيكمل هيبقى شكل كويس. كان هيبقى اضافه كبيره جدا لمنتخب كابتن شوقي غريب. نعم. يعني بس محتاج ياخد ماتشات يعني ياخد خبره الدوري ممتاز. هو قادر يعملها ان شاء الله. ان شاء الله قادر، وان شاء الله هنشوفك سواء في سموحه او في الاهلي، المهم نشوفك في الدوري الممتاز، ومتالق يا محمد باذن الله. ان شاء الله كابتن شوبير باذن الله. بشكرك محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي المعار الى سموحه.